النبي صلى الله عليه وسلم لما اتسأل المسلم ممكن يكون بخيل؟ قالوا له اه. قال لهم اه. قالوا للنبي طب ممكن يكون جبان؟ فقال اه. ممكن يكون كذاب؟ النبي تعدل وقال لا، ما ينفعش يبقى كذاب. ليه؟ لان الكذب هو اللي بيجيب المشاكل كلها. تخيل بقى لو احنا طول السنه بنطبق سنه النبي صلى الله عليه وسلم في الصدق، احنا حال المجتمع وحالنا مع نفسنا هيبقى مختلف كتير طبعا. فهل عملنا ده؟ ده رقم اتنين. طب رقم تلاتة، هل اقتدينا بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم في تعاملاته؟ طب في تعاملته مع مين؟ هقول لك الزوجة. النهاردة الأيام الكتير اللي احنا قاعدين فيها والناس قاعدة بتختلف، وحد يقول لك هي ملزمة ولا مش ملزمة، والكلام اللي قاعد بيتقال ده، مع ان النبي صلى الله عليه وسلم حل المشكلة دي. خيركم خيركم لأهلي وأنا خيركم لأهلي. النبي كان بيخدم أهل بيته، النبي كان بيساعد، النبي كان بيحب زوجاته، النبي كان بيطبطب عليهم، النبي كان بيسمعهم، النبي كان يستحمل اي حاجه ممكن تحصل منهم. لما زوجته غارت من السيده من الس... لما السيده عائشه غارت وقامت راميه الطبق اللي جاي من زوجه تانية، طبق عسل حلوه النبي كان بيحبه، غارت امكم وقام نازل يلم الطبق ما راحش ضربها، ده النبي. طب احنا في حياتنا مع زوجاتنا لما زوجاتنا ممكن نختلف معاهم، هل بنتقي ربنا فيهم؟ هل بنرحمهم؟ هل بنتعامل باخلاق النبي صلى الله عليه وسلم؟ ولا هو مجرد يوم بيعدي في السنه وبعد كده نسيناه؟ ولا تخيل لما النبي صلى الله عليه وسلم في خلاف مع السيدة عائشة، النبي أنا بتكلم على النبي محمد صلى الله عليه وسلم، خلاف مع السيدة عائشة عشان يقول لك الراجل والراجل ليه كذا وما ينفعش، يا جماعة ده النبي صلى الله عليه وسلم عادي بيختلف مع زوجته، لأن الحياة الزوج والزوجة عمرها ما كانت ند، الحياة مشاركة. اللي يقول لك مين ملزم ومين مش ملزم، لا هي الحياة مشاركة، الحياة ود، الحياة رحمة، الحياة تعاون، مش الحياة إن إحنا بنحارب في بعض. ففي مرة مختلفين مع بعض، فالسيدة عائشة قاعدة بتتكلم النبي، فمين اللي دخل عليهم؟ سيدنا أبو بكر الصديق. سيدنا أبو بكر الصديق والد السيدة عائشة. فلاحظ بس إن السيدة عائشة بتعلي صوتها على النبي محمد صلى الله عليه وسلم، عمل إيه؟ على طول دخل علشان يضربها، أم النبي صلى الله عليه وسلم داخل قصاده ولا وحمى عنها. فسيدنا أبو بكر الصديق زعل جدا إن إزاي بنتي بتعلي صوتها على النبي محمد صلى الله عليه وسلم، فمشي. فالنبي بابتسامه قال لها شفت انا دفعت عنك ازاي، كنت ممكن اسيبه يضربك. عارف انت الهزار. النبي بيهزر مع زوجاته. هو ليه محدش بيقول لنا، يعني ليه محدش بيحكي لنا الكلام ده؟ النبي يا جماعه كان دمه خفيف وكان بيضحك وكان بيلعب مع زوجاته. النبي صلى الله عليه وسلم لما كان يبقى ماشي فالناس قاعده بتتصارع كده لعبه قاعدين بيلعبوها، فيقوم حاطط ايده كده علشان السيده عائشه تحط دماغها كده وتقعد تتفرج. هو 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 ده مين؟ ده النبي صلى الله عليه وسلم. هل اقتدينا بالنبي مع زوجاتنا؟ تخيل لو خدنا بس السنه دي، احنا قلنا السنه اللي فاتت الصدق، تخيل لو خدنا بس يا جماعه تعالوا نقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم في تعاملاتنا مع زوجاتنا. هنلاقي الخلافات اللي موجوده؟ هنلاقي نسب الطلاق اللي قاعده بتزيد كل 3 ثواني؟ ليه؟ لان هيبقى في رحمه وفي احتواء. النبي صلى الله عليه وسلم اللي بيلعب مع السيده عائشه ان يجي خلاص هم خارجين فيبدا يشوف مكان فاضي كده ويقول لها يلا تسابقيني. إيه النبي بيقول لها يلا تسابقيني. فسبقها النبي صلى الله عليه وسلم، هي سبقته، سبقت سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أول مرة. بص عشان خاطر هو مش بيقضي وقت فراغ، يعني مش إيه مش بي كأن مثلا النهاردة في شباب يقول لمراته إيه؟ بقول لك إيه؟ اجهز النهاردة بقى يلا عشان نخرج. هو بيشيل من على دماغه لأنه هو عايز بكرة يخرج مع أصحابه، فهو بيعمل إيه؟ هو ذكي. طب يلا نخرج النهاردة أرتاح منها، يعني أخرجها النهاردة وأشيل من على دماغي وبعد كده أنزل أنا أخرج بكرة. النبي ما كانش بيعمل كده، ده النبي لما هي كسبته قعد مركز معاها شهر كده، خلاها كل شويه تاكل كل شويه تاكل لحد ما تتقل عشان يسبقها تاني ويقول لها هذه بمثل. انت سبقتني مره انا سبقتك دلوقتي، يا جماعه وما ارسلناك الا رحمه للعالمين. النبي كان بيتعامل كده مع زوجاته، احنا بنتعامل ازاي؟ بنتعامل ازاي مع زوجاتنا؟ طب النبي بيتعامل مع الشخص المختلف معاه، انت بتتعامل مع الشخص المختلف معاك ازاي؟ هي شوية أسئلة كده تقعد تسأل فيها كده، تمسك قلم ورقة. النبي صلى الله عليه وسلم ذكرى المولد النبوي، طب أنا هبقى ماشي على خطاه إزاي؟ طيب النبي يا أخي تخيل إن احترم شخص مختلف معاه في العقيدة وهو ميت. النبي قاعد وجنازة معدية، النبي قام. فواحد بيقول له يا رسول الله ده يهودي، قال أوليست نفس؟ ده النبي بيحترم اللي بيختلف معاه وهو ميت. إحنا النهاردة ما بنستحملش ان شخص يختلف معانا في مساله ويا لهوي على اللي بيحصل الخطيب بقى وعلى الشتيمه وعلى سوء الظن وعلى كذا وعلى كذا. طب احنا ليه ما بنطبقش سنه النبي في حاجه زي كده؟ سنه النبي ان انا لما اختلف مع حد يا اخي احترمه، يا اخي ده لما اختلف مع حد احسن الظن. ده النبي اللي في مكه اللي خرج منها احنا كلنا عارفين خارج ازاي، لما رجع تاني لفتح مكه اذهبوا فانتم الطلقاء عفى عنهم. ده ايه الجمال ده؟
النبي في غزوة أحد اللي خلاص اللي النبي اتعور وسنانه نزلت وراسه اتفتحت، فالصحابة بيقولوا رسول الله ادعوا ربنا بقى أن يهلك الناس دي. النبي عمل ايه؟ النبي ابدا قال انا ما اتبعتش رسول ان انا ادعى على امتي. يا رب اهدي قومي فانهم لا يعلمون. ده بيقول اهدي قومي، ده ايه الجمال؟ ده كفار يا جماعه، ده النبي بيحارب كفار. هو اصلا الغزوه دي كلها عايزين يقتلوا النبي وهو مش عايز يدعي عليهم.